اهلا بكم لموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اتحاد الكره المصري تلقى عرض لتنظيم مباراه وديه بين المنتخب الوطني ومنتخب باراغواي في يونيو المقبل على هامش استعدادات الفراعنه لمواجهه غينيا بالجوله الخامسه من تصفيات امم افريقيا. بيتضمن العرض خيارات اقامه المباراه داخل مصر او خارجها، وكمان هيكون في عوائد ماديه للاتحاد المصري. الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر الأندية والفرق المشاركة ببطولة الجمهورية بالأعمار المحددة لمسابقات الموسم اللي جاي، وأعطى مهلة للأندية لحد يوم 15 مايو علشان يرسلوا رغبتهم للمشاركة في بطولات الجمهورية. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طالب لاعبي الفريق بالحفاظ على شباك المارد الأحمر نظيفة في مباراة الترجي التونسي اللي هتتلعب النهاردة في دوري الأبطال، وقال إن الخروج من اللقاء دون اهتزاز الشباك أحد أهم مقومات الصعود لنهائي البطولة. فريق طلائع الجيش اتأهل لدور ال 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الشرقية بنتيجة 3-0، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد جهاز الرياضة. امبارح اتعادل يوفنتوس الايطالي مع اشبيليه الاسباني بنتيجه 1-1 في المباراه اللي اقيمت بينهم على ملعب اليانز ستاديوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطوله الدوري الاوروبي لنسخه 2023. جاءت اهداف المباراه عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقه 26 من عمر اللقاء لصالح فريق اشبيليه، قبل ان يتعادل فيدريكو جاتي في الدقيقه 97. وحقق روما الإيطالي الفوز على فريق باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب الأولمبيكو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي. سجل إدواردو بوفي هدف فوز روما بالمباراة في الدقيقة 63 بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس ليفركوزن، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الخميس الجاي على ملعب باي أرينا معقل الفريق الألماني. في تقارير صحفية إيطالية كشفت عن انتهاء موسم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط فريق ميلان بعد الإصابة اللي تعرض ليها خلال مواجهة الإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. الفحوصات الطبية اللي خضع لها بن ناصر أثبتت حاجته لعملية جراحية بسبب معاناته من إصابة في غضروف الركبة اليمين. وبعثت المنتخب الوطني للكونغ فو سافرت امبارح الى دولة المغرب للمشاركة في البطولة العربية الثامنة للكبار الوشو كونغ فو اللي بتقام في مدينة الرباط، وتستمر لحد 15 مايو الجاري. توج البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجله والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش ببطوله العالم للاسكواش اللي استضافتها ولايه شيكاغو الامريكيه، وده بعد فوزه بنتيجه 3-0 على كريم عبد الجواد في المباراه النهائيه ببطوله العالم للاسكواش. توجت نوري الشربيني لاعبة نادي سبورتينج والمصنفة الأولى عالميا للسكواش سيدات بلقب بطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت نوري الشربيني على لقب بطولة العالم بعد الفوز بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية على زميلتها نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة الثانية على العالم.